تبادل المعلومات التقنية. المرجو منكم تفعيل الجرس من أجل التوصل بكل ما هو جديد، والضغط على الزر الأحمر المشير إلى الإعجاب، وذلك قصد تشجيعنا على مواصلة المسير. كما يرجى منكم اشتراك فيديوهاتنا لتعم الفائدة الجميع. منتصف الليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة من أخوكم أحمد خلوق، يحييكم كالعادة. إن شاء الله اليوم نجد واحد التطبيق، هذا التطبيق الوظيفة ديالو أم التجسس أو التصمت بمعنى آخر. التصمت مثلا هذا التطبيق هذا كيخدم بواسطة بواسطة البلوتوث عبر يعني سماعة الأذن أو عبر جهاز يحتوي على بلوتوث عفوا، ممكن أننا نشعلوا هذا عفوا بواسطة كنار البلوتوث، ممكن أننا نخدم هذا التطبيق ونسكر الهاتف أو نغلق الهاتف ونحطه في واحد المكان، يعني مثلا على سبيل المثال عندنا واحد الغرفة نقدر نحطه في واحد الغرفة يعني ونتحوله إلى غرفة أخرى ونستمع ما يدور حول هذه الغرفة. التطبيق هو هذا، يعني لما يحتاج شرح التطبيقات ليرسا بي اي، التطبيق هو هذا نفتحوه ليرسا بي اي، اول ما كنفتحوه نعطيه لا مزيد من الاسر تخطي زر نديرو تخطي تخطي ليرسا بي اي، وهنا كتعطينا واحد الزر وسط الشاشه فوق عشرات زر، هنا كنكليكيو عليه وانا كنعتذر لان ما يمكنش لي انني ندير عليه تجربه حاليا لان انا جربته من قبل، يعني رائع صراحه رائع، ولكن حاليا دابا مع حكم انني كنسجل ما يمكنش لي انني هل توافق على منح ارسال اي اذن تسجيل سماح ارسال اي، ونعود نرجعوا لها عشرات زر، يعني هاد كليكيو عليها، ولكن مع الاسف انا ما غتخدمش معايا صراحه. وهنا يمكن لنا نسدو الهاتف ونحطوه يعني بشاشة مغلقة كما قلت لكم في غرفة ثانية، ويمكننا نستمع كل ما يدور حول هذه الغرفة. تحياتي واحتراماتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.